هذه سلعه كم العدس؟ قاعد بقوليه جافه كامل؟ كامل. شحال عندك هنا؟ 200 سكاره. سجل الشاف عندك. عندك فاتوره؟ ما عنديش. وراك ديها؟ السمار. السمار؟ اه. السوق؟ الجروسيست. تمكن افراد الكتيبه الاقليميه للدرك الوطني بالمراد رئيس من توقيف 5 شاحنات على متن مواد غذائيه بدون فواتير. جاءت القضيه ايتلاء معلومات وردت الى الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بالسمار، مفادها وجود 5 شاحنات محمله بمواد غذائيه وذلك على الساعه 4 صباحا، اين تم تشكيل دوريه عبر الاقليم ووضع نقاط مراقبه على مستوى الطريق الولائي بجسر القسنطينه، حيث تم ضبط وتوقيف 5 شاحنات على متنها البقوليات الجافه والمتمثله في العدس، الارز، ماده الجلبانه، مشمش مجفف، برقوق، زبيب، فول سوداني، الكركم، زنجبيل، جوز الهند وحبوب الذره، والتي قدرت ب 40 طن. بعد الاستفسار مع سواق الشاحنات حول الوثائق التجاريه الخاصه بالبضاعه، تبين انهم لا يحوزون على اي فواتير، كما اكدوا انها موجهه لاحد المحلات لبيع المواد الغذائية بالسمار وستباع على حالتها الأصلية دون تحويلها وتوظيبها. تم رفع المخالفات التالية ضد المعنيين بجنحة ممارسة تجارة غير شرعية تتمثل في إعادة بيع المواد الأولية على حالتها الأصلية تم اقتناؤها قصد التحويل وجنحة عدم امتلاك الفواتير مع حجز السلع.